حققت المملكة أفضل ترتيب لها في مؤشر التنمية البريدية بعد أن قفزت مؤسسة البريد السعودي 18 مرتبة في المؤشر المتكامل لتطور بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي لعام 2020، وصادر من الاتحاد البريدي الدولي لتحتل بذلك المرتبة 50 عالميا والمرتبة 2 عربيا، متقدمة من المرتبة 68 التي كانت عليها في العام الماضي. We'll be right back.